يا اخويا تذكر كنت انا وياك 3 سنين التالي في نفس الموضوع هذايا، وانت استدعيتني قلت لي اجي عبد المجيد نعطيك خبر صار زويت نمشي تفتح، تتذكر ولا؟ وهما وقتها قالوا لنا سي بون ايه. تفتح وقت. وانا ايش قلت لك؟ قلت لك مستحيل. وانا بدي وقت شفت هذاك السياج الحديدي تحكي عليه انت، انا بدي تفاجات انت كيفاش وانت تبارك الله رياضي وكبير ولعبت في الاونيفو، كيفاش ترضى زويتن يتسكر بالطريقه هذيك نتاع الحديد؟ انت بيدك ما يشرفكش كرياضي باش حتى ولو يعطيوك صلاحيه الملاعب تشوف هذاك الستاد بالسنتور كامله بالحديد، معناها ما يليقش باليوم بتونس، عيب على تونس اليوم، معناها باش مقابلات تتلعب في ملعب كيما هذاك والملاعبيه يكوش عليهم في 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 وحده في قفص، معناها هذه من ناحيه. ونتذكر انا نتذكر شرطي جاء وشخص من حمايه بدنيه وقالوا لك ما كيفش تاخذ صلاحيه الملعب، نتذكرها وانا كنت موجود بحذاك، معناها قرار فردي ياخذه امني مع احتراماتنا ليه وشخص من الحمايه المدنيه، يعني القرار هو صحيح، انا ما فماش اراده باش الملعب الزويت اللي تفتح لدواعي امنيه، وانا نتفاجئ وقت نشوفوا استادات في العالم المجمع في اوروبا موجوده في معناتها في احياء سكنيه، انا كنت عندي 3 ايام كنت في الدروم، كنت في الدروم يا عماد، اتفاجئت والله يا عاد اتفاجئت، استاد في الدروم يرفع تقريبا 60,000 متفرج موجود في حومه، معناها تصور وتلعب فيه ماتش فينال تاع الكوب دوروب ميلان ومارسي، واليوم زويتن سامحني زويتن تتبنى قبل ما هذوما يجيو، قبل الوزارات وقبل السكان اللي يجيو من بعد، زويتن عنده تاريخ. انا نتوقع كنتوا انتوما مع سيد الوالي ومع وانت كرياضي تمشيو وتحاولوا باش تقابلوا حتى على الاقل رئيس الدوله، خلي يصير قرار كيما عمل هبط رئيس الدوله وقال المنزه تبدا الاشغال نتاعو في جوان، هاك بداوا الاشغال، هذا قرار يلزم يكون قرار سيادي، خاطر شوف كيما قال تو عادل، الوزير جاء وقال باش تلعب الماتشات باش تلعب، والامن يقول لك لا، دوك يلزم قرار سيادي، معناها الصوت نتاعك مجهول، وصلنا الوضعيه اليوم، وصلنا الوضعيه انه طالب رئيس الدوله باش يدخل باش يحل الصادرات يلعبوا في ماتشات شوف كيما قال عربي، الناس اللي قاعده ساهره معناها قاعده تاخذ في الفلوس، ما عم يمشي المسؤولين اليوم يسيروا في الدوله ماهوش قاعدين انه يقعدوا على طاوله ويحسموا الموضوع هذايا ويوضحوا النقاط ويخرجوا الراي العام يوضحوا شين الاسباب والدواعي المسببات حتى يحكي الناس على لجنه صلاحيه الملاعب، يعني تيبيده منتهيه الصلاحيه اذا معناها ما تعرفش تختار وما تعرفش تقيم وما تعرفش يعني تنسب الامور. تفضل باش نقول لك حاجه، ريتها لازم صلاحيه الملاعب اللي عندنا في تونس. اي نعم. كان تمشي لاوروبا تسكرهم الملاعب الكل، نونو ملوكي تخرج. اقسم بالله. والله العظيم. معناتها برتدير معناتها. وعندنا حاجه اخرى عماد، احنا ننتمي لتونس ونفتخر بكل الجهات والمناطق والمدن والقرى. عندنا ملاعب غير صالحه انها مش بتحتضن حتى مباريات نتاع الاحياء. يعني فما بالك وقاعده محلوله ويعطيوها يعني الترخيص المناطق الداخليه ماك تعرف يعطيوها الترخيص في المناطق الداخليه مو الاحتقان وكذا ودرجنيه فهمت هي اللي بتعلت الاحتقان معناها نطبقوا القانون او ما يعبر عنه بتطبيق القانون على جهه معينه ومنطقه معينه مقابل التغاضي معناها في منطقه اخرى على هذه معناها سياسه الميكالين اللي وصلتنا لهذه الوضعيه ولهذا النفق خلينا نقول المظلم. خلينا ناخذ نبيل خيرات يتفاعل معك، تفضل نبيل. بالله عندي كلمه باش نقولها لك عادل قبل ما ياخذ الكلمه. لازم صلاحيه الملاعب تتلهى كل شيء تتلهى به، كان التيران بلوز معناتها تصور انت لجنه صلاحيه الملاعب كان يبدا التيران محفر ولا يبدا التيران ما على بلاش ما لا ما تعطيش فيه رايها ما تعطيش فيه اي ما يهمهاش معناتها العمليه هي رياضيه بحته معناتها نحكيو على اهم حاجه الكوتي سبورتيف هذاك ما يهمهمش فيه، يهمهم كان في الكوتي سيكوريتي وحديد ودوش والتريكتور نتاعك جرادا، معناتها اللجنه هذه اون برانسيب كانت تكون مختصه من وزاره الشباب والرياضه من ناس تفهم معناتها شو معناتها رياضه يا اخي، نحن في حبس راهو يا عادل كان تدخل مشيت لزويت في غوانتانامو تقول ونفس الشيء بالنسبه لملعب سوسه، ملعب سوسه الاولمبي معناها الحديد اللي موجود والسياج اللي موجود والناس الكل معناها تقوش عليها في قفص، معناها شيء لا يليق يعني بتونس اليوم، وشكون تحمل المسؤوليه وشكون غدا القرار باش يعملوا معناها ملاعب بتلك الطريقه وياخذوا قرارات بذلك الاسلوب. اي نعم اللي ياخذ في القرار ماهوش سبورتيف، ما يعرفش معناتها رياضه، ما يعرفش معناتها تيرانات، ما يعرفش معناتها كوره،
ما عمره ما مشى للاستاد يتفرج، على خاطر كان جاي يمشي للاستاد يتفرج يعرف اللي راهو ما ينجمش يتفرج يبدا حديد قدامه ما ينجمش يتفرج. فمتى هذاك علاش نحن نقولوا انها الاختصاص يلزمهم هم هذا هذا هذا. على كل حال هذا اجرام في حق الرياضه التونسيه وفي حق المنشات الرياضيه التونسيه اللي قاعد صاير اليوم، يعني بالفعل معناها هو اجرام حقيقي.